يعجبني طبعا يا الربع تروي عني ابو حاتم واحد شاك بالوضع لا لا انا مسميه هو انا مسميه بقربه علي فانا اعوذ بالله من كلمه انا يعني كل ما اروح القبيله احفظ لحنها وطرقها واجيبها من ضمنها قحطان في طريف قالوا شو اسمه قالوا سعيد القحطاني ابو معجب قالوا نبي قزوعي قال عنده عتيم عنده عتيم الله ايه يا سلام عد برق المخيله يا سلام عد برق المخيله عد من صلى وصام رمضان عد من صلى وصام رمضان قحطان الطيب يا نعم القبيله يا قحطان الطيب يا نعم القبيله كاسبين النعم دايم يا قحطاني كاسبين النعم